بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. إذا في هذا الفيديو غادي نحاول نديرو تصحيح ديال التمرين تعلق بالنظمات الامتحان الجوي لجهة فاس بكلاس 2016. حل النظمة: إذا 3x + 5y كتساوي 30، 5x + 3y كتساوي 34. اشترى أحمد 6 فاطر و 10 أقلام بما مجموعه 60 درهما، واشترى لأختي 10 دفاتر و 6 أقلام بما قدره 68 درهم. إذا علمت أن هذه الدفاتر والأقلام هي من نفس الصنف، فاحسب ثمن الدفتر الواحد وثمن القلم الواحد. إذا غادي نبداو بالنظمة، غادي نستعمل الطريقة التاليفة الخطية. عندنا 3x + 5y تساوي 30، هنا هي 5x + 3y كتساوي 40. هذا المعادلة الأولى. المعادلة التالية، طريقة التاليف الخطية، هو كنشوفو المعامل العدد اللي مع x أو العدد اللي مع y، نحاولو نحصلو على واحد العددين اللي هما كيكونو عندنا متقابلين. مثلا عندنا 3 وعندنا 5، نشوفو شي قاسم مشترك بينهم. إذا مكانش تقاسم، إذا غادي نضربو في 5، نضربو مثلا في ناقص 3، نضربو هنا في 5، نضربو المعادلة التانية في ناقص 3. نشوفو شنو غنحصلو. 5 ضرب 3x هي 15x، زائد 5 في 5y هي 25y، تساوي 5 ضرب 30 هي 150. ثانيا، ناقص 3 ضرب 5x هي ناقص 15x، زائد ناقص 3 ضرب 9y هي ناقص 9y، تساوي ناقص 3 ضرب 34 هي ناقص 102. إذا كنلاحظ بأن 15x وعندي ناقص 15x، إذا اللي جمعنا هذا مع هذا هو غيعطيني صفر، لأننا نجمع طرفي معادلتين، تان واحد تان واحد و جوج، فنحصل على 15x زائد ناقص 15x زائد 25y زائد ناقص 9y تساوي الطرف الثاني هو 150 زائد ناقص 102. بعد نكون جمعنا طرف بطرف، 15x ناقص 15x عفوا x تساوي صفر، متقابلين. 25y ناقص 9y هي 16y تساوي 150 ناقص 102y هي 48. إذا حسبنا غلطتنا هي 48. إذا 16y تساوي 48 زائد صفر هي 16y مقسومة على 16، 16y مقسومة على 16 تساوي 48 مقسومة على 16. نختار سنو غتبقى عندنا y تساوي 48 مقسومة على 16، إذا خدينا 16 إذا غتعطينا هي 3، من 3 في 16 غتعطينا 48، إذا y كتساوي 3. هنا لنعوض مثلا y ب 3 في المعادلة مثلا 1 اللي هي 3x زائد 5y كتساوي 30، غنحصل على إذا 3x تساوي زائد 5 ضارب y اللي هي 3 تساوي 30. إذا 3x زائد 15 تساوي 30. إذا 3x تساوي 15 حولها للطرف الآخر، نغيرو ليها الإشارة ديالها غتولي هي 15. إذا 3x تساوي هي 15، 30 ناقص 15 هي 15. إذا x 3x مقسومة على 3 كتساوي 15 مقسومة على 3، عطينا x تساوي 15 مقسومة على 3 هي 5. إذا حل النظمة هو الزوج x اللي هو 5 و y اللي هو 3. بعد نشوفو المسألة. اشترى أحمد 6 دفاتر و 10 أقلام بما مجموعه 60 درهم، واشترى لأختي 10 دفاتر و 6 أقلام بما 68 درهم. تاني تمن دفتر دفاتر والأقلام من الصنف، فاحسب تمن دفتر الواحد ودفتر تمن دفتر تمن القلم الواحد. هذه المسألة غالبا عندها علاقة بمسألة بالنظمة باش تسهل لنا العملية ديال الحساب. إذا ثانيا المسألة، أولا اختيار المجاهيل، اختيار المجاهيل المناسبة. فمثلا ليكون السؤال اللي بغينا نجاوبو عليه هو تمن دفتر واحد ليكون إكس تمن دفتر الواحد، وإذا كان إكس تمن دفتر واحد مثلا إيكري تمن قلم الواحد. ثانيا عندنا ثانيا صياغة النظمة، هنايا اشترى، إذا غادي نحاولو نترجمو الجمل إلى صيغ رياضية. اشترى أحمد 6 دفاتر و10 أقلام ب60 درهم. شنو كيعني؟ يعني 6 تمن ديال 6 دفاتر زائد تمن ديال 10 أقلام شحال كيساوي؟ 60 درهما. تمن ديال الدفتر شحال دفتر؟ شرا هو إكس، يعني 6 ضرب إكس 10 ديال الأقلام يعني 10 ضرب 8 قلم واحد اللي هو إيكغيك كتساوي 60. المعادلة الأولى.
شوفوا دابا المعادلة الثانية، اشترى لأخته 10 دفاتر، 10 دفاتر وستة أقلام بثمن 68 درهم، يعني 68 درهم. إذا هنا عندنا 10 دفاتر زائد ثمن 6 أقلام يساوي 68 درهم. ثمن 10 دفاتر شحال؟ إذا 10 دفاتر ضرب ثمن ديال الدفتر الواحد اللي هو إكس، زائد 6 ديال الأقلام ضارب ثمن القلم الواحد اللي هو إيكغيك تساوي 68. يعني 10 إكس زائد 6 إيكغيك تساوي 68. إذا النظمة هي غتولي عندنا 6 إكس زائد 10 إيكغيك تساوي 60، و10 إكس زائد 6 إيكغيك تساوي 68. وهاد النظمة يمكننا نردوها على هذا الشكل، يعني نردوها على هذا الشكل باش ما نبقاوش نحسبوا وحدة أخرى جديدة، يعني يمكننا نردوها على هذا الشكل. هو باش نختزلو، غادي نختزلو هنا بجوج، نختزلو هنا بجوج، نختزلو في المعادلة كاملين بجوج، إذا نقسمو على جوج. هي حل النظمة. إذا النظمة اللي عندنا 6 إكس غادي نقسموها على جوج، زائد 10 إيكغيك تاهي نقسموها على جوج كتساوي 60 مقسومة على جوج. نفس الشيء تاعنا 10 إكس مقسومة على جوج زائد 6 إيكغيك مقسومة على جوج تساوي 68 مقسومة على جوج. إذا شنو غتعطينا؟ 6 إكس مقسومة على جوج هي شحال؟ هي 3 إكس زائد 10 إيكغيك مقسومة على جوج اللي هي 5 إيكغيك، 60 مقسومة هي 30. هي 10 إكس مقسومة على جوج اللي هي شحال؟ 5 إكس زائد 6 إيكغيك مقسومة على جوج اللي هي 3 إيكغيك كتساوي 34. وهاد النظمة راه هي هاد النظمة، الحل ديالها هو هذا 5 إيكغيك. إذا حسب السؤال 1 فإن حل النظمة وهو 5 3، يعني أن ثمن الدفتر الواحد هو شحال؟ ثمن الدفتر الواحد هو 5 دراهم، 5 دراهم. وثمن القلم الواحد هو شحال؟ هو 3 دراهم. دابا غادي نشوفو غادي نتحققو من الحل، هنايا التحقق، هنا الحل. هنا غادي نشوفو واش فعلا أحمد شرا 6 ديال الدفاتر من 6 نضربوها في الثمن ديال الدفتر الواحد اللي هو 5 زائد 10 ديال الأقلام ونضربوها في الثمن ديال القلم الواحد كتساوي 5 6 هي 30 زائد 10 في 3 هي 30، 30 زائد 30 هي 60. إذا فعلا شرا 60 درهم اللي هو هذا. دابا نشوفو الأخر ديالو، إذا شرات 10 ديال الدفاتر ضارب شحال شراتهم؟ 5 ديال الدراهم زائد شرات 6 ديال الأقلام شحال ثمن القلم الواحد هو 3 ديال الدراهم. 10 في 6 في 5 هي 50، 6 في 3 هي 18، 50 زائد 18 هي 68. إذا 68 درهم. وبهذا نكونوا سالينا التصحيح ديال هذا التمرين. السلام عليكم ورحمة الله.